عليكم خوتي خواتاتي، جبت لكم وصفة صحية رائعة جدا وجربتها بالتشريب، كتفتح الشهية وكتخليك تاكلي بزاف وكتغلط كترتاح كتغلط شغنقول لكم خوتي، وكتليق المناعة وكتغلط الأرداف وكتغلط الصدر وكتخلي البشرة زوينة، وما نقول لكمش يعني كتليق يعني مزيانة مزيانة بزاف. يعني بحال كتشربي الماء غتردي هاد الخليط هذا وكديروه كتبقاو تشربوه، اللي بغا ما عجبوش كيشربوه كيشربوه 3 مرات في النهار، في الصباح في العشية كيدير قيمتي طرو. المهم هاد المحلول ديالنا انا غنشاركو معكم، الحلبة ما تخافوش منها، انا غنوريكم الوصفة ديالها كيفاش ديرو ليها، لحقاش باش كتحيد هديك الريحة ديال الزفورية، كيفاش كتكون الريحة الزفورية ديال الحلبة باش ما كتبقاش فيها الريحة، وخا كتخلطوها مع هاد العدس ومع هاد حبة حلاوة البسباس. شغنقول لكم محلول رائع وجميل بزاف وجربته بالتجريب، خصوصا انا عندي المناعة قليلة. وخليكم معايا حتى الاخر اخوتي، مرحبا بكم عندي في القناة، خليكم معايا حتى الاخر. غندير العدس 2 كيسان ديال العدس، غادي نشحن البوط عليه طريقة أنا طيبة وكيفية، وغندير له حبة حلاوة تاهي 2 كيسان ديال الماء، 2 كيسان ديال الماء. من بعد غنشعل البوطة على حسب الحلبة باش نحيد منها ريحة الزفورية، غندير غي كاس واحد. من بعد غنخدم البوطة في 3، بعد ما ندير غي كاس واحدة غنخدم في 3. دغيا العدس غنديرو هنا ونشعلو الوصفة إن شاء الله، وحبة حلاوة هنا لحقاش هاد ديالهم مغيتحيدش، غنديرو في قرعة. المهم البنات ديرو في قرعة ديال الجاج، قرعة ديال الجاج باش مزيان الجاج مزيان باش تخزنوه بحال البارد، ميمكنش ديرو في التلاجة باش ميجيش بارد، تقدر تحطو على جنب. كما قلت لكم اللي بغى يشربوا بحال الماء يشربوا ديما بحال الماء بحال الماء بحال السوائل، وراه مزيان صحي. ودابا غنشعل البوطه، خليكم معايا حتى نشعل البوطه صحي. الحلبه هي كما كتشوفوا هي كتجالب شويه، نصفيها عاد ندير لها مخرط باش نخليها تجالب شويه باش نحيد لها الزفوريه ديال الحلبه. كما كتعرفوا العدس راه صحي، واش خلاو كيليق سميتو الحديد والفيتامينات، كيليق للصحة نتوما عارفين العدس الصحي عندو فقط الدم بزاف د الحوايج. المهم هاد الخليط كامل حبة حلاوة هي تلقى في اللون كيما كتشوفو، هي كتجالب خليهم بالمطابخ شوية باش نجمعهم. دابا يلاه معايا نصفي الحلبة، غنجيب الصفا الخليط نقص البوطة شوية، نجيب الصفا الخليط نحطو نصفي الحيط الماء هذا اللي تيخلي ريحة الزفورية. شوف والله البنات ما تلقاو لا زفورية لا والو، ملي كتبقاو هي اللولة بحال هكا ما تبقى لا زفورية لا والو. الماء اللولاني اللي غنحيدو عاد من بعد ندير الماء لاخر، هاهي تصفات مبقاش فيها هاد الماء هذا كيما كتشوفو خوتي. هاهو هاد الماء هذا غنحيدو اللحم ما غنستعملوش، نرد هاد لي صفات غنردو هنا، ندير فيه الماء ندير فيه الماء واحد باش تجنبو 2 كيسان باش تجنبو ريحة الحلبة ونضرب ريحة الحلبة. المهم الريحة ما كتبقاش، هادشي لي غنقول لكم خوتي. ونشعل البوطة وردو يتجنب، نقصو البوطة على شوية على واحد بحال هكا. كيما كتشوفو هالعدس، العدس كيما قلتلهم صحي، فيه الكالسيو والحديد كيليق الفيتامينات. إلا قلتش نتوما عارفين العدس غاني عندو غاني على التعريف منعاودليكمش. وهذه حبة حلاوة هي كتجالب مقليوة ولا شوية مطفي عليها، كيما قلت لكم حبة حلاوة ورديت الماء يسخن هنا المطايب، المطايب صحي كنديرو ديما نديرو في هاد القرعة. دابا القرعة غنستعمل فيها هاد المواد اللي قلت لكم، شنو نقول لكم دابا رديتو يسخن على حسب. عطاني واحد السيد لك الطخير وكعدو لحقاش ما كنشريش الماء ديال الشريك،
كنشربوش وما كنشربش ماء الربيع، كنربي طيب كنديرو في الجاج، من بعد كيبرد عاد كنخويه في قاعي. كما قلت لكم اخواتي حبيت نجرب معكم اي حاجه، وهذا راه صحي 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 صحي، ما نعاود لكم جربته بالتجريب، كيزيد الوزن، تيغلب المناطق الحمجاويه، الارداف، الصدر، الوجع، البشره كتولي ناعمه وزوينه، هانتوما كما كتشوفوا كتولي البشره ناعمه، العدس، حبه حلاوه، كيتيقولها البسباس، والحلبه راني حيدت الما ديالو المغلاني. المهم خليت تكمل ونوريكم السوائل كيفاش هما كاملين وندمجي مع بعضهم. جبت اخوتي القرعه ديال الدجاج غتحزن بحالها. كلشي اخوتي باش شي حاجه قشات شي من فعل الصح. كما كتشوفوا معايا اخوات الحلبه بالماء ديالها عطات اللون، كما كتشوفوا تتجانبت. المهم نتوما المواد كتخلي يبان اللون ديالهم ديال العدس، هذا عاوتاني غنخدم العدس هذا، هذا هو العدس حتى هو كيتخدم كيعطي اللون ديالو، كنخلطهم كاملين باش كيتكونوا مع بعضياتهم. كما كتشوفوا كيفاش ندوزو البسكاس، هذا هو البسكاس، نخلطهم كاملين بالحق، خاصكم تنقيوهم هما صحيين ان شاء الله. كما قلت لكم تيليقو الصحة والفقر الدم وبزاف د الحوايج، وانا جربتهم بالتجريب ومزيانين. هانتوما اليوم اليوم كيتعطيو بحالها داك المواد اللي درت فيهم كاملين، وما هادو كنزيد كندير عليهم المطاي، ها هو طاب لي هنا كما كتشوفوا سخون. ها هو كيدير السبوله كما كتشوفوا، كتعمرو حتى القرعه حتى الاخر، واللي بغى يشربها اللي بغى يديرها مثلا يديرها بالليل كتصبح ما بارده وداك الشيء بحال دابا غنخليها تبرد عاد نشربها، ما يمكنش نشربها دابا. شوفوا اللون كيفاش عطاتنا، شوفوا اللون كيفاش عطاتنا، اللون اللي بقى كيفاش داير، هانتوما كما كتشوفوا كيجي بحال لون اتاي. المهم نتوما خليو كتردوه فوق البوطه يتجلب، ولكن خاصكم تخليوه ملي يعطي اللون ديالو طفيوه، ماشي ضروري وملي يجي يطيب العدس عطفيو عليه، صافي غير عطي اللون ديالو باش هداك العدس لحقاش فيه الحديد، فيه بزاف د الحوايج، كيلاق الفيتامينات، كيلاق كلشي. كما قلت لكم اخوتي دابا هذا اللي مقدرتش تشربو، تقدر تشربو غير ثلاثة المرات في النهار، في الصباح، في الغدا، في العشاء، واللي قدرت تشربو ديرو بحال شريب الماء لحقاش صحي، وتيغلط المناطق الانجوية كاملة، والبشرة ديال الوجه كتكون مزيانة وصحي، والتغذيات مزيانة. أنا بعدا جربتو صدق ليا مزيان، أنا كنشربو العود كنشرب الماء عادي فحالو هو، ماشي مشكل. نتوما عارفين أنا مريضة وفيا فقر الدم وما عنديش المعدة، تمناو تدخلو عندي وديري أبوني وتشعلو الجرس وتفعلوا الجرس، وكنشكركم اللي دخلوا عندي جداد والقدام والكومونتيرات الزوينه، وفي الفيديو اخر ان شاء الله تهلاو لي فراسكم ونحالكم.